حل محاولة نجاح المحاولة مع سيلين ومهدي. They are ready to run. They are ready to run. They're off and racing. أيها المتابعون الكرام، أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الثامن للخيل العربية الأصيلة. سبع من الجياد تنطلق في هذه الآونة. ينطلق الشوط بمعية الفخم عبد اللطيف، حسين زينل، وشرس إدواردو بيدروزا على المركز الأول، وعلى صدارة هذا الشوط يلحق به ثانيا الجواد مهدي الذي ينحدر من سلالة مجد العرب وجلجلة، بينما الغزالي ثالثا بالشعار الأسود والنجمة البيضاء اي جي اس ودنان يأتينا على المركز الثالث، بينما المركز الرابع سيلين لهم قرن فارم الذي ينحدر من عامر وجلجلة. أن المركز السادس نتراجع لنشاهد في سادس المراكز بالشعار الأحمر عناب، أن عناب سلالة منجز وتوماس لوكاسك على المركز السادس في هذه الآونة. نعود إلى صدارة هذا الشوط إدواردو بيدروزا الذي يقود هذا الشوط بشعار الفخم عبد اللطيف زينل بقيادة الجواد شرس على المركز الأول، جواد الأشقر سلالة مارد الصحراء وكربل دلوب، إدواردو بيدروزا بفارق طولين عن المركز الثاني. المركز الثاني الشعار العنابي بالكاب العنابي مهدي لألبان ديميول وأم قرن فارم، أن أم قرن فارم لسمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني بمعية رونان توماس على ثاني المراكز. ثالثا يأتينا سيلين بالكاب الأبيض، بينما المركز الرابع هنالك إشفاق سلالة أسرع من البرق وهاري بنتلي الفابر الجوكي للغزالي، ما ينطلق مع إشفاق بتدريب المرعب جاسم الغزالي. محمد بن أحمد العطية يأتينا على المركز الخامس في هذه الآونة، الشعار اللي هو اي جي اس المهيب. نعود إلى الصدارة والمركز الأول، أن المركز الأول شوف معي أم قرن فارم مهدي على المركز الأول جلجلة ومجد العرب، بينما سيلين ذا سكن أم قرن فارم. أيها المتابعون الكرام، سيلين ذا سكن مهدي ان فرنت، الدخول القوي اتس بتوين أم قرن فارم، فوتو فينيش، فوتو فينيش لأم قرن فارم.